يمكن احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على المثلية الجنسية. في ناس هي نازلة بعيب في التركيبة الهرمونية او في التركيبة الجسدية، بيبقى نازل ولد العضو الذكري ولد لكن جوه بلقى رحم وبلقى مبايض، هنا هو من حقه الاختيار، هو عايز يكمل ولد او يكمل بنت، دي طبقا للهوية النفسية بتاعته. ولكن في ولد تكسب من موضوع الاضطراب الجنسي، هو بيتكسب ويتربح كونه بيتعامل بالمثلية الجنسية مع شباب تاني بيطلبوه. فدول بنسميهم مجموعة كده بيسموا نفسهم شيميل. شيميل يعني هو ولد ولكن الشكل الخارجي بتاعه هو ولد كامل الذكورة جسمانيا، ولكن هو بياخد هرمونات، بيهتم بشعره، بيهتم بمكياجه، بيهتم بلبسه، بالبادي بتاعه. ففي ناس بتتعامل معاه ان هو بنت، ودول بيزعلوا لان في ناس بترفضهم. يعني مثلا واحد قابل واحد منهم في احدى الاماكن وخرج معاه في العربية بتاعته وهم رايحين بيقول له بس انا شيميل، قال استغفر الله العظيم. فهو بيقول لي انا دكتور، يعني هو لما يعمل مع بنت خير ومعايا انا شر، ما كده كده يعني انا زي البنت. لا، هو الفكر بتاعه الناس دي بتبقى عندها اضطراب شديد في الشخصيه، وبيبقى ليهم نوع من الكراهيه للمجتمع بصوره ما اعرفش. يعني طبعا قد يكون هم ليهم راي اخر ممكن يردوا عليا فيه، بس ده انا يعني برضو بتكلم على الناس شفتها، ممكن ناس ما شفتهاش ناس كويسه جدا وغصب عنها، فانا مش هقدر اعمل تعميم يعني. لكن بغير بدون تعميم، في ناس بتبقى حامله امراض، حامله ايدز، حامله فيروسيه، حامله امراض جنسيه، وما يتورعوش انهم بينقلوها لناس ثاني، وما بيتورعوش انه يصوروا الناس في افلام اباحيه معاهم والناس ما بتعرفش. طب يعني ليه هذا الكم؟ يعني قد يكون ربنا ابتلاني بمرض، بس انا يعني ما اذيش الاخرين، لكن معنى ان انا باذي الاخرين ده بيوريني مدى اضطراب الشديد في الشخصيه عندي. يعني فاحنا دي دايما بنحاول نفهمها نوعيها. انت خلاص يعني لك افكارك، وانا بحترم اي حد له افكار طالما لا يؤذيني ولا يؤذي المجتمع اللي انا عايش فيه. لكن لما بيبدا كمان اذيه للناس وبيبتدي يجر رجل ناس ويدخلها في امراض قد تكون قاتله، لا هنا يبقى لازم لنا وقفه مع الناس دي. فناخد بالنا قوي ان ده برضو اضطراب شيميلز. خدوا بالكم الناس دي غالبيتهم برضو بيدخلوا في اكتئاب شديد بعد الـ40، اكتئاب نفسي شديد، وبيبقى عشان كده بقول لهم خدوا علاج نفسي مبكرا حمايه ليكم، لان بعد الـ40 ويبدا الطلب عليهم بيقل، واللي عايزهم بيبدا يدور على حد تاني. يعني هم النهارده لو هم بياخدوا فلوس مقابل ذلك، بعد كده هم هيدفعوا عشان الناس تبقى معاهم. فبيدخلوا في اكتئاب شديد، قد يصل بعض الناس منهم للانتحار او للاسف انها اتقتلت. فاحنا بنقول دايما الخطا بيجيب خطا. فالعلاج لو انت شايف الموضوع انت محتاج علاج وعايز تخرج، حقك. انت شايف ان انت مبسوط وعايز تكمل، انا شخصيا بدي كل واحد الحق في ممارسه الحياه طالما لا يؤذي المجتمع وطالما لا يتعارض مع الكتب السماويه. وشكرا.